في بعض من الفنانات يعني ما بيرضوا انه يغنوا غنام ولا يغنوا ليهم ولا كده، فهمت علي؟ في ناس لكن هي بيصرحوا والله عادي، صراحة ما فيها حاجة يعني. في ناس بيصرحوا يعني عادي باللغة. هاي في ناس بيصرحوا وفي ناس ما بيرضوا صراحة، ودي وجهة نظر لأي فنان يعني. ما داير زول يغني ليه، وطبعا ما نقدر نقول له ليه انت ما ترضى، دي ما حاجة هو بيشتريها وبيجي بيتعب فيها وبيغنيها، لكن ما فيها شيء اساسا يعني. قالوا حلو الكلام في خشم سيدو، يا يعني سلام. حلو الغنى في خشم سيدو، صحيح. مهما غنوا لك 100,000 نفر بيكون انت طلعتها وانت انت اللي اديتها تمام. ده كلام بيكون طالع من الانسان الواثق من نفسه، واثق من موهبته. اكيد اكيد ايوه طبعا. في شيء والله انه الجيل القايم انه يغني لي لاي يعني العمالقه الفنانين ما فيها حاجه. ايوه ما انت عديتها انت، لو هي الغنيه دي لو ما عجبت الجيل الصغير ده ما كان غنى لك اساسا. صحيح ايوه فعلا، لو ما حباها ما كان غناها فعلا. يعني انا بتمنى انه انا اي غنيه ليا كده عجبت الجمهور ولا الفنان يغني، ما في مشكله يعني. وحلو الكلام في خشم سيدي، يا سلام. يعني انا هسيب له التحيه والتقدير، بحييه من هنا عادل حسن، سلام. بيديه الصحه والعافيه، وان شاء الله دائما انا اشوفه في الغمه، واحسن فنان واحسن شاعر واحسن ملحن واحسن موسيقي. يعني انا غنيت اغنيته خلوه يزعل وينحرك، يعني صرح لي قال لي يا منال يا اخي تعلمتي اجيال واجيال، يعني الغنيه ما قصرت معاك وانت ما تقصري معاه، وانا من هنا بحييك وغني. يا سلام، ايوه يعني بصدر رحب. يا سلام، ده حاجه جميله. أيوة. جدا. وكمان واتمنى كل الفنانين وكل الفنانات يعني ما بيكونوا بنفس التعامل وزي عادل. طيب.